فريق الاستقلال ديال الوحده والتعادليه على طرحكم هذا السؤال، وشكرا على حتى على الانتباه للمجهودات الجباره اللي كنبذلوها في ميدان الطاقه وفي ميدان التنقيب وفي ميدان الربط مع الاسواق العالميه في هذه المجهودات الجباره باش نداركوا التعثرات ديال اكثر من 10 سنين ديال التعطل بما فيه طبعا في التنقيب والاستغلال ديال الغاز الطبيعي في بلادنا. فهذه المجهودات اللي بدلنا في هذا المجال من اكتشاف طبعا الغرب في الغاز عطانا بعض المكامن في الغرب، في الصويره، تندراره وفي سواحل العرايش. ففي الغرب اكتشفنا مكامن غازيه منتجه ولكن الحجم ديالها كان صغير، ولكن تعدات انها مفيده لانه كانوا تم تواجد شبكه ديال الانابيب في منطقه الغرب اللي كتربط هذه المكامن واخا صغيره بالمصانع اللي متواجده في اقليم القنيطره واللي كتم التزويد ديالها بالغاز. في حوض الصويره نفس الشيء، كان انتاج الغاز في هذا الحوض منذ الثمانينات ولكن اليوم الانتاج مستمر بالرخصه ديال امتياز المسقاله، والغاز كيتعطى كيتباع للمجمع الشريف للفوسفات في اليوسفيه باش تلبي الاحتياجات الطاقيه ديال وحده التجفيف والكلسنه ديال الفوسفات. العرايش البحريه نفس الشيء، هذه منطقه بحريه، الدراسات الجيولوجيه والجيوفيزيائيه كبانت بانه كاين نتائج ديال عمليه الحفر، كاين وجود الغاز، ولكن اليوم تنتواصل الدراسات لاجل تطوير هذا الحلق الغازي. الى جينا لتندراره تم حفر 10 ابار استكشافيه في تندراره، وفي الاشغال ديال المسح وديال المعالجه تبين انه اثنين فقط فيهم اكدوا الوجود ديال الغاز الطبيعي ديالها. وهذه النتائج اللي كانت مشجعه عطينا واحد الامتياز ديال استغلال تندراره في 2018 باش نطوروا المكمل ديال الغاز. المشروع كيهدف اولا وقبل كل شيء ان يزود محطه توليد ديال لوينو ديال العين بالمطهر وديال وفي على الانبوب المغاربي الاوروبي. فمباشره بعد ربط تندراره بالانبوب الغاز المغربي الاوروبي، وهذه مشكله ايضا اللي كانت مطروحه، غادي يكون ان شاء الله الاستغلال ديال هذا الغاز. فهذه مناسبه ايضا باش ننوه بالمجهودات اللي كتبذلها الوزاره باش تسرع العديد من المشاريع. شكرا.